بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس، سادة الحضور، اسمحوا لي ان انا هتكلم عن ادارة الموارد المائية وترشيدها وتعظيم الاستفادة منها. في الحقيقة قبل ما اتكلم لازم نقول التحديات اللي بتواجه الادارة المائية عموما. الزيادة السكانية دي تحدي كبير، يعني لما نقول ان احنا في ال10 سنين الاخرانية زدنا 25 مليون نسمة، لحد 2050 هنزيد من 60 ل 70 مليون نسمة، دولت عايزين موارد اضافية عشان نوفي احتياجاتهم الأساسية. محدودية الموارد المائية المتجددة، ما عندناش إلا مية النيل وجزء بسيط من المية الجوفية وهي غير متجددة، ومية المطر كمية قليلة بتسقط ساعات قليلة في السنة، وبالتالي برضو ده تحدي من تحديات. شبكة الترع والمصارف والمنشآت المائية ديت عمرها بيصل لأكثر من 200 سنة، محتاجة تأهيل. نوعية المية، وده جزء أساسي إن أنا أحافظ على نوعية المية لأن أنا بعيد استخدام المية أكثر من مرة. الوعي العام على مستوى العام في البلد، سواء المواطنين او المسؤولين او صناع القرار او الموظفين، بحيث ان احنا ازاي يبقى في ثقافه الترشيد موجوده عندنا. تحديث التشريعات، التشريعات اللي عندنا كانت قديمه بقى لها 40 سنه فكان لازم نحدثها، ده تحدي اساسي. التحدي الثاني اللي هو التغيرات المناخيه، التغيرات المناخيه بتاثر على منسوب ارتفاع منسوب سطح البحر، وبالتالي تداخل المياه الجوفيه مع ميه البحر، وده بيسبب ملوحه في المناطق الشماليه. أحداث مناخية متطرفة، إن إحنا ممكن نشوف سيول شديدة بالرغم إن هي ممكن تحصل مرة كل 200 سنة بس بتبقى موجودة، وإحنا شاهدنا في 2014 في طابة والتدمير اللي حصله، 2015 كان في غرب الدلتا والتدمير اللي عمله، في 2016 كان في راس غارب والتدمير اللي عمله. الثلاث أحداث دول بس كلفوا الدولة عشان نتعامل معها أكتر من 3 مليار جنيه عشان نصلح الخسائر اللي هي كانت موجودة نتيجة الأحداث المتطرفة. تغير إيراده النيل، سواء من نتيجة أفعال أحادية دون التنسيق مع دول المصب أو التغيرات المناخية، بنبقى حساسين جدا للتغيرات ديت. موجات جفاف وحرارة دي بتأثر على استهلاك المية والطلب على المية، كل دي تحديات. بس احنا بنبص للتحديات ديت ان هي فرص، حولنا التحديات ديت استراتيجية ادارة الموارد المائية 2050. الاستراتيجية تحولت لخطة، خطة محدد فيها المشروعات بالتحديد، اتقسمت الخطة لخطة تنفيذية، خطة عجل 2017-2020 وخطة لحد 2037 اللي هي 2020-2037. في الحقيقة التكلفة الاستثمارية للخطة ديت بتبلغ الاستيميشن أو الحساب الأولي للخطة كان 50 مليار دولار، ولكن مع معدلات التنفيذ الحالية هنتعدى 100 مليار دولار علشان أوفي باحتياجاتنا المائية لحد 2050. طبعا ده بيتقاطع مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030. في الحقيقة الخطة القومية 4 محاور: تحسين نوعية المياه، وطبعا تحسين نوعية المياه دوت المحطة بتاعت النهاردة جزء من تحسين نوعية المياه دي، كانت مياه عادمة فيها نسبة تلوث بتسبب مشاكل في البحيرات الشمالية، وبالتالي لما أنا بحسن النوعية وبعيد استخدامها حولتها من تحدي لفرصة. محطات معالجة الصرف الصحي ده جزء أساسي اللي احنا بنعملها على مستوى الجمهورية كلها، ده برضو جزء من تحسين نوعية المياه. ترشيد المياه، احنا عندنا المشروع القومي لتبطين الترع، عندنا مشروع الري الحديث تبطين المسائي، وده اكبر مشروعات لتطوير الري في تاريخ مصر كلها. المشروعات اللي احنا شغالين فيها بالاضافه للمنشآت وتهليل تقليل الفاقد في كل المنشآت. تنميه الموارد المائيه، الدوله خدت قرار في 2016 ان احنا التنميه على السواحل كلها تكون قايمه على تحليه ميه البحر، وتحليه ميه البحر احنا النهارده 15 ضعف تحليه اللي كان بيتعمل في 2014، وفي لحد 2050 احنا محتاجين الاحتياجات الاساسيه بس 7.5 مليار متر مكعب، اغلبهم هيكونوا نتيجه التحليه. طبعا المياه الجوفيه جزء من تنميه الموارد المائيه وادارتها الرشيده، تهيئه البيئه المناسبه من تشريعات، من تدريب، من وعي، من تكنولوجيا، كل دي ادوات. التشريعات برضو جزء من تهيئه البيئه المناسبه، احنا اشتغلنا على ال4 محاور دول كلهم علشان نحقق الامن المائي في مجموعه من البرامج والمحاور العمل: المشروع القومي لتاهيل الترع، المشروع القومي للري الحديث، اعاده استخدام المياه، التغيرات المناخيه وده بنتعامل معاه من خلال محطات رفع عملاقه، السيول واداره السيول، حمايه الشواطئ،
الاستخدام الامثل للمياه الجوفيه، الخطه الاستراتيجيه لتاهيل المنشات المائيه. انا زي ما قلت المنشات المائيه في عندها منشات عمرها بيتعدى 200 سنه، وبالتالي مراحل التاهيل والاحلال دي مطلوبه. مشروعات الصرف الزراعي، التعديات، ودي تحدي كبير برضو بنتعامل معاه. التطبيقات الحديثه والتحول الرقمي، ان احنا بنستخدم التكنولوجيا في اداره المياه، وتعتبر مصر من اكثر دول العالم او من الدول المتقدمه في مجال اداره المياه باستخدام التكنولوجيا. في الحقيقه طبعا الواضح هنا ان هي دي شبكه المصارف اللي هي باللون الاخضر، كان كل المياه ديت كانت مياه عادمه، كانت وفيها ملوحه عاليه وفيها نسب تلوث عاليه. احنا بنحول هذه المياه العادمه الى فرصه، وفي نفس الوقت بنتعامل بها مع التغيرات المناخيه. فالمصارف اللي هي في شرق الدلتا المياه كلها اتجمعت في محطه بحر البقر اللي احنا النهارده بصددها. لما بمشي بالعرض كده يبقى انا بعمل حائط مياه بيصد تداخل ميه البحر مع المياه الجوفيه، وبالتالي ده نوع من التاقلم والتخفيف من اثار التغيرات المناخيه. نفس العمليه في الشرق في الغرب، المشروع الحمام برضو انا مشيت بالعرض كده يبقى انا بمنع برضو تداخل ميه البحر مع المياه الجوفيه، وفي نفس الوقت في مصدر جديد بدل ما هو كان مشكله بقى فرصه ان انا اعمل تنميه. في المحسمه برضو ده مشروع تم الانتهاء منه من شهور قليله علشان معالجه مليون متر مكعب من مياه الصرف. في مشروع السويس نص مليون متر مكعب، وده ان شاء الله احنا بصدد البدايه فيه نبدا في تنفيذه بحيث ان احنا نستغل كل نقطه مياه.